أعلن التلفزيون الجزائري أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 35 حريقا في 11 ولاية. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبها بهم في حرائق الغابات التي مست العديد من الولايات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لكل المغرضين الذين يعملون على بث التفرقة بين الجزائريين. صرح متحدث باسم فرق الإطفاء باليونان أنه تمت السيطرة على الحرائق العنيفة التي دمرت أكثر من 100,000 هكتار في اليونان منذ نهاية يوليو. وقال المتحدث في تصريحات صحفية إنه لم تعد هناك جبهة نشطة رئيسية بل جيوب متناثرة، وذلك بفضل هطول أمطار في عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة. أجلت السلطات الإيطالية تجمعات سكانية على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي العاصمة روما، وذلك بعد اندلاع الحرائق في الغابات بالمنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة بالعاصمة الإيطالية لنحو 37 درجة مئوية. كانت قطاعات من جنوب إيطاليا واجهت حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة، واستعرت النيران في أحراش بمنطقة كالابريا في أقصى الجنوب في جزيرتي صقلية وسردينيا.